وبنرجع معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا إن كلامنا النهاردة هيكون عن تطوير التعليم في مصر والخطط الموضوعة ليه. طبعا إحنا عارفين إن بيبقى فيه خطط وأبحاث كتير مقدمة من فترة طويلة، لكن إيه الجديد وإيه هو اللي هيصلح للفترة القادمة إن شاء الله؟ هنحاول نجمع بعض هذه الأفكار من خلال ضيوفنا اللي بيشرفونا داخل الاستوديو. نبتدي بالدكتورة نهلة جمال محمد أمين. دكتورة نهلة جمال محمد أمين، مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أهلا بيكي. والدكتور طلعت عبد الحميد فايق، أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس، أهلا بيك يا دكتور. ومعنا كمان منى عبد الرحيم عبد المجيد، وهي متحررة من الأمية، وطبعا لينا برضو كلام وتفاصيل عن الموضوع الخاص بيكي يا منى. نبتدي بالدكتورة نهلة، ويمكن خلينا في البداية نتعرف على هذا المركز ونشاطاته، خاصة أنه هو تابع للجامعة، لجامعة عين شمس. هو مركز تعليم الكبار وحدة ذات طابع خاص، كل جامعة ليها ثلاث وظائف مهمة بتكمل بعضها وبتمشي في تناسق وتناغم مع بعض: البحث العلمي وخدمة الطلاب وشؤونهم التعليمية، وكذلك خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة. فبالتالي بتنشئ وحدة ذات طابع خاص كل منها يختص بأحد هذه الخدمات المقدمة للمجتمع. فكان إنشاء مركز تعليم الكبار سنة 2001 لخدمة المجتمع تربويا وتعليميا بإتاحة فرص التعليم والتدريب لكل من يرغب. يعني أنتوا كنتوا حاسين أن الخدمات المقدمة من العديد من الجمعيات الأهلية سواء إذا كان الحكومية أو الاجتماعية ما كانتش يعني كافية لهذا الغرض، فكان في احتياج أن الجامعة أن هي تقوم بمسؤوليتها؟ في احتياج قوي أن الجامعة تقوم بمسؤوليتها، لأن هي ليها خصوصية أن هي عندها الجانب البحثي والأكاديمي، فعندها رؤية أوسع وأشمل. لكن الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني عندها الجانب الميداني التطبيقي، فهي ألم باحتياجات الناس، فالمفترض ان احنا نعمل نوع من التكامل والتناسق بيننا وبين بعض. تمام. ندرس احتياجات الناس من خلال الجامعات بالشراكات والتنسيق معاهم في مشروعات مشتركه، ونمدهم بالجوانب البحثيه والاكاديميه اللي هم بيحتاجوا اليها علشان تنظير هذا الجهد عشان يخرج بافضل ثمار ممكنه. تمام. دكتور طلعت، خلينا نتكلم زي ما ذكرنا في البدايه خالص ان فكره محو الاميه ما بقاش زي ما هو كان متعارف عليها زمان، فكرة ان يحصل محاولات وتجمعات هائلة ونبذل طاقة فظيعة لمجرد ان الشخص يبتدي ان هو يتعلم يقرأ ويكتب، ده مش هو ده المطلوب دلوقتي ومش هو ده المتاح دلوقتي، وفكرة محو الأمية خاصة للكبار اختلفت تماما دلوقتي. لا الحقيقة مش من دلوقتي، ده من اكتر من ربع قرن بالظبط، واحنا كاتبين كده. وانا شخصيا بتبنى المفهوم في الخطط اللي عملتها على المستوى العربي، مفهوم محو الأمية الحضارية. وهذا المفهوم اللي حطه الله يرحمه محي الدين صابر ابن النيل من السودان الشقيق من أكثر من 30-40 سنة. فما بتكلم عن محو الأمية، أنا الهدف إيه؟ مين قال إن القراءة والكتابة يبقى تعلم؟ القراءة والكتابة وسيلة من وسائل التعلم، يعني هي اللي بتسهل لي ان انا اتعلم وليست هي التعليم. هذه واحدة. المسألة الاخرى، هل القضية انه انا ادي للناس معلومات وبعدين احفظ سمع انسى وخد ورقة اسمها شهادة، ده مش تعليم. فانت بتتكلمي في بناء بشر، في تنمية بشرية متكاملة. احنا والدكتورة نهلة احنا بنتكلم في اصول التربية، مفيش حاجة ملهاش اصول. اما اجي اتكلم انه اي حاجة عايز اعملها في مجال التنمية البشرية في تكوين البني ادمين يبقى اصول سياسية واصول اجتماعية وسياسية واخلاقية وفيسيولوجية وبيولوجية وادارية ونفسية، ثقافة عامة سواء اذا كان علمية او حضارية. ده لازم، لانه هو في الاخر انا مش بطلع، يعني اللي اما نيجي نقول عايزين نغير يا اخواننا والمناهج، يا حبايبي انت عايز تغير المناهج في ضوء ايه؟ قولي لماذا نعلم، واي تعليم انت عايز تقدمه لاي مجتمع، ايه نوعيه المجتمع اللي انت عايزه، واحنا نعمل لك التعليم بتاعك وتقول لي انت بتعلم ليه. لا يعني ايه فكره ايه المجتمع اللي احنا هو مجتمعنا، يعني هو مجتمعنا اللي كلنا عارفينه وعارفين اخطاءه وعارفين نقائصه. الخصائص المستقبليه اللي انا عايز عليها
المجتمع بتاعي طب هي تحديد هذه الخصائص هي مسؤولية مين؟ يعني هو المفروض ان الجهات المسؤولة هي اللي تتقدم بهذه الخصائص، ولا المفروض الجهات اللي زي حضراتكم البحثية طبعا الدارسة هي اللي طبعا تعرف هذه طبعا الخصائص وهي اللي تقدم اللجنة؟ ده صحيح، لانه متخذ القرار غير صانع القرار. احنا كباحثين صناع قرار، بنيجي اللي بيتخذ القرار المفروض يتبع اللي احنا بنقوله. وانما مش عايز اقول لحضرتك، انتوا احنا بنتكلم في تنميه متكامله لكافه تمام. الجوانب الشخصيه. الناس حافظه اللي بتتفرج علينا، اذا الانسان وحده متكامله اذا اشتكى منه عضو تداعى على سائر الاعضاء بالحمى والسهر. طب ما طبق هنا، وبالتالي حكايه ان انا واحد انا علمته واحد ما علمتوش، يعني ايه؟ اللي علمته اديته مفاهيم، قيم، معلومات، مهارات، اتجاهات، المنظومة التعليمية. ايوه حاجة متكاملة. المنظومة التعليمية الحالية سواء في أي مؤسسة تعليمية بتركز على المعلومات وليس القيم وليس الاتجاهات وليس المهارات الذهنية قبل الأدائية. طب دكتور طلعت بعد اذنك، يمكن قبل ما اجي لك يا منى معلش برضو ارجع تاني للدكتوره نهله، لان هي يعني مسؤوله عن هذا المركز، واحنا في فكره الجامعه والابحاث المقدمه، يعني احنا بنتكلم في فكره دراسات مقدمه من جهات مسؤوله تعليميه وابحاث ابحاث ابحاث، متهيألي الادراج اتملت مجموعه كبيره جدا من الابحاث، لكن ايه اللي تم تنفيذه المكتبات منها؟ تختص والواقع يخلو من بالضبط التطبيق. يعني مقولة حقيقية. طب ايه الجديد اللي انتوا قدمتوه، او ايه الجديد اللي انتوا بتفكروا فيه، وخط التنفيذ ازاي؟ احنا في المركز طبعا بنحاول ان احنا على قدر المستطاع، لان احنا امكانياتنا مش قوية، ان احنا نطبق كل فكرة على ارض الواقع في حدودنا. على سبيل المثال انا هاخد ميسرين نحو الامية، اي امية زي ما تفضل الدكتور طلعت وقال، انا بشتغل على مفهوم ان تعليم الكبار يعد الفرد للحياة. انا بخرج الانسان من برنامج محو الاميه عنده القدر الادنى انه يقدر يعلم نفسه ويتواصل ويكتسب مهارات اخرى. فباخد مين دلوقتي اشتغل معاه؟ باخد كل العمال الموجودين معايا والناس الراغبين من سكان المناطق المحيطه بالجامعه، وباخد طلبه الجامعه. ودي المبادره اللي متبنيها المركز تحت رئاسه دكتور عبد الوهاب عايزك نائب رئيس الجامعه، ان احنا ناخد ادماج طلاب الجامعات وخاصه جامعه عين شمس احنا ابتدينا بيها، وان احنا نديهم المهارات الاساسيه وهم ينزلوا في مجتمعاتهم، مش انا اللي هفرض عليه المنهج ومش هفرض عليه طريقة التدريس اللي هيشتغلها. زي ما قال الدكتور يشوف الواقع ويشوف الاحتياجات بتاعة الناس ايه لما ناخد ويجي يقول لي. نهله بعد اذن، لما ناخد الطلبه بتوع الجامعه مش معناها ان احنا بنعمل لهم محو اميه ابجديه، لا ده لا طبعا، بنديله محتاجين مهارات نوعيات مختلفة. بعلمه التفكير الناقد، التفكير الابداعي، التوقع وهكذا. طيب يعني خلينا بقى بنموذج تطبيقي قدامنا. منى الاول نتعرف عليكي، عرفينا هل انت كان في سابق يعني دراسة ليكي وقفت عند مرحلة معينة من التعليم، ولا كان لا في الحقيقة أمية كاملة؟ يعني حضرتك ما كنتش معايا أي شهادات، وبعدين رحت الجهة من الجهات المسؤولة لتعليم الكبار، ويا دوب خدت الابتدائية بس. زي ما الدكتور تفضل وقال إن الحكاية مش حكاية محو أمية، اللي هي كتابة ورية بس. إن أنت لا حسيتي إن هو ناقصك؟ يعني ناقصني كتير، يعني جوايا حاجات كتير، يعني عايزة أقرأ كتير، عايزة أثقف نفسي كتير، بحب المعلومات العامة، عايزة أعبر حتى لو يعني عندي يعني مثلا حاجات عايزة أكتبها. عايزة تعبري بالكتابة، بالكتابة. عايزة توصلي لمرحلة يبقى عندك القدرة إنك مش تمسكي القلم حكاية، تعبري أيوة بيه. مش حكاية مثلا قراءة وكتابة وخلاص مكينا الخط على كده، لأ. وبعدين الحمد لله يعني ما دام الواحد يعني عنده القدرة انه عايز يعني يفهم كتير، يتثقف كتير، معلومات عامة كتير بحبها، وبحب اقرا في التاريخ، وبحب يعني كنت يعني عايزة عارفة مجنونة علم كده. عايزة يعني انا لو تتطوري. ربنا اكرمني وكملت تعليمي يمكن كنت بقيت حاجة كبيرة في البلد والله العظيم، وعن جدارة وعن جدارة والله العظيم. انت اصلا بس كنت بتشتغلي ولا ما؟ لا يعني يا دوب بقى ايه مثلا ولادي بقى انشغلت بيهم، بقيت يعني بوصل لهم المعلومه بطريقه جميله مش بطريقه معقده. طب انت وصلتي لاي مرحله من التعليم هو دلوقتي؟ الابتدائيه، ما انا بقول لحضرتك لو انت قلتي ربنا بعد كده دورتي على لا حاجه ولا لا يعني بثقف نفسي بنفسي في البيت، اقرا كتير، اسمع كتير. طب ليه توقفتي ما كملتيش؟ ما يعني انا امكانياتي ما تسمحش. ما انا يا ولادي انتبهت طبعا لولادي، 4 ثانويه عامه ازهري
وثالثه اعدادي وسنه خمسه غير الولد الكبير طبعا. فطبعا ما فيش امكانيات ان احنا الخمسه كده مثلا نمشي مع امشي تذاكروا معاهم كلكم مع بعض؟ لا ما فيش ده انا كنت اسمع كتير من اللي هم الطالبات اللي خاصين بمحو الاميه بيخشوا نفس المرحله التعليميه مع اولادهم لكن ويكملوا معاهم. لا يعني ما كانش حضرتك عندي الامكانيات ان انا مثلا اتعلم معاهم وكده يعني انتبهت لهم هم يا دوب هم يعني كده هو يعني لان انا لوحدي معاهم يعني انا المسؤوله عنهم تمام. انا لوحدي اللي مسؤوله عنهم ما كانش ينفع ان انا كمان امثل بس ايه انا مش ساكته زي ما نقول يعني بحب المعلومات العامه بحب وكنت بتحرج قوي من كلمه محو اميه دي كنت بحس ان انا ضئيله جدا لكن يعني مثلا لما بسمع مثلا محمود اللي كان معلي ابتدائية بنسى مش لخبطة شوية محمود عباس كان معلي ابتدائي بس ما كانش يقل قيمة عن الدكتور طه حسين اللي فقد نظره بس دي وهو صغير فترة زمنية زي ما خد بنقول الدكتوراه ان حضرتك كانت فكرة محو الأمية ليها علاقة بالتعليم القراءة والكتابة وبعدين الإنسان هو بيبقى عنده القدرة والرغبة ان هو ينطلق ويثقف الإنسان بقى نفسه من جواه في حد خلاص يكتفي خلاص ده انا قريتها هعرف رقم الأتوبيس وكلام المعتاد ده هو لا ما ينفعش كده طيب دكتور طلعت انا هرجع لك تاني يا منى بس طبعا ايه يعني في جزئيه مهمه جدا دكتور طلعت انت بتتكلم على شكل تطويري وحضاري يضاف الى المناهج التعليميه احنا بنتكلم على تعليم الكبار بينما التعليم العادي اللي في المدارس محتاج هذه الفكره بشده ويمكن بيحصل كلام دايما فكره ايه الجيل الجديد مش مهتم بالاثار فعايزين نحط له السياحه والاثار في المنهج وبعدين بعد كده الموضوع يهدأ، الجيل الجديد مش فاهم يعني ايه مش عارفه ايه فنحط له شويه ادب سلوك، نحط له شويه علاقات عامه، نحط له والكلام ده ما بيحصلش، وللاسف الموضوع ماشي زي ما هو في فكره الصم والحفظ ومجاميع تعدي 100% ويخش طب وهو لا يفقه شيء غير انه يعرف يحفظ ويجيب 100%. هنفضل لحد امتى كده ودي حلها ايه؟ طالما لو انت حضرتك طلبت مني حاجة وطلعت سيئة تجيبيني تاني عشان اصلحها جيبي حد غيري هي دي المشكلة احنا بنقول عايزين نغير مش عارف المناهج نجيب الناس اللي حاطين المناهج هم اللي غيروا مش هيعرف وبالتالي انا هقول لك من الاخر هي طول الفترات اللي فاتت كل افكار تجديد المناهج كانت بنفس لان نفس الذهنيه مع اختلاف الوزراء ومع كل الحاجات دي الناس نفس الذهنيه الكتاب المقرر يا اخوانا المصدر الوحيد للمعرفه انه يبقى كتاب مقرر ويبقى من ابتدائي لحد الجامعه ده بينمي التعصب لانه في الاخر في نموذج موحد للاجابه اما او يا ابيض يا اسود يا خير يا شر يا كافر يا مؤمن لا انت كده محتاج انك تغير المنظومه كلها وبالتالي تغيير مش اصلاح مش تطوير المنظومه المنهج محتاجة كله عايز تغيير يتغير المنهج جذري منظومه يعني بالمدرب كلها سيستم التعليم حتى احنا في المدارس الكليه محتاجين نعيد اللي احنا بنعمله طب ما احنا برضو عايزين فكره يا دكتور الحكايه نبتديها منين ما هي انا صعبة. انا هقول لحضرتك من سنه كام حاجه و80 والبحوث اللي بنقدمها ومنهم من الثمانينات مقدم في الوزارة نفسها انه يا اخوانا التعليم والمنظومة التعليمية لن ينصلح حلها من داخل الوزارة يبقى تعمل لي هيئة تعمل لي مفوضية تعمل لي اي حاجة انا كاتبه في كل حتة بقول لك اكثر من ربع قرن حاجة سموها اللي تسموه يبقى فيها 3-4 خبراء بجد مش اصحابنا مش اصحاب المسؤول ومفيش مكافآت تبقى بالتطوع 3-4 عندهم خبره لما بنيجي نحط بقى خطه للتنميه البشريه التنميه المتكامله يبقى هنا الوزارات المعنيه بالتنميه البشريه اللي بتدي قيم ومعلومات ومهارات واتجاهات رقم واحد في العالم العربي الاعلام لان انت عندك ما يقرب من 1,000,000 امي رقم اثنين هتبقى المدارس رقم ثلاثة دور العبادة الأخيرة الأسرة لأن بقت الأم والأب هم لا ده دلوقتي للأسف المنظومة التعليمية اللي احنا فيها الأهل البيت أو الأب والأم هم المدرسة محدش بيتعلم في المدارس لأنه في الآخر يعني امبارح مثلا حد بيكلمني ولاده ما بتروحش المدرسة
انما بتروح فين؟ السنتر. ما هو بس السنتر هو ايه ايه؟ السبب؟ طيب ما انا هقول هو قال من لحضرتك، المدرسة. ما انا هقول لحضرتك طالب منهم ايه السنتر ده، عشان ابنه في تانية ثانوي هيروح تالتة ثانوي السنة الجاية، طالب منه 1800 جنيه حجز يحجز الأستاذ، بس تمام. بعد كده لما يروح سنة تالتة يدفع بقى الحصة بحصته. ده الكلام ده سنتر طب في ما الهرم. غلطة مين؟ احنا هنرجع لحضرتك في النقطة ديت. غلطة إنه احنا أنا مركز التعليم على المعلومات بالظبط. فقط، وبالتالي وبخلي مصدر وحيد للمعرفة اللي هو الكتاب، يبقى قايم على التذكر مش التوقع، مش حل المشكلات، مش التعليم الإبداعي، مش بالظبط. التعليم، لا. هنا انا بتكلم مع تلميذ. يا عم الله يهديك، الخطط بتاعتنا بتقول انا بربي مواطن وهو تلميذ الان. طب خلينا يا دكتور نقف عند نقطة التعليم الإبداعي، ومع ضيوفنا وخصوصا يا منى تابع معانا التقرير اللي جاي، لأنه بيتكلم عن تعليم المرأة بصفة عامة وقد إيه هو مهم وقد إيه ممكن يكون نقطة فارقة جدا في المجتمعات بصفة عامة لما تكون المرأة إما متعلمة أو أمية. نشوف مع بعض التقرير ونرجع تاني للضيوف. أكيد مش هنا بس، مش في القاهرة أو في المحافظات الكبيرة، أكيد لازم ننهض بيه برضو في النجوع، في المراكز، أكيد لازم نوعي الناس هناك بأهمية التعليم، لأن هناك المرأة شوية مش واخدة أهمية كبيرة جدا في التعليم، تروح محو الأمية يهتموا بيها شوية، دي أهم شيء. كمان المدارس اللي بتودي الأولاد دلوقتي بتروح بيها بصراحه ما بيعرفوش حاجه في اي حاجه. المراه لها دور مهم جدا في المجتمع، اهم شيء ان المراه اكثر تعليما من الرجل، يعني احنا بنتعلم عشان ننزل ونشتغل ونعلم ولادنا حاجات كتير قوي. الاسره بتتعلم من الام، يعني ممكن الام بتبقى مدرسه في البيت. طبعا التعليم كويس بالنسبه للمراه، لان هي الاساس، الام في البيت لو الام متعلمه هيبقى يطلع العيال على الاقل تعلم عيالها وتدرس لعيالها وتبقى فاهمه برضو اللي بيجري حواليها والكلام ده. التعليم مهم جدا 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 للمراه بصراحه. التعليم للمراه مهم كفايه انها تبقى تعرف اي حاجه، تعرف اي عنوان، واخد بال حضرتك، تربي ولادها كويس. بالنسبه للمراه التعليم مهم جدا، عشان المراه تقدر تعرف حقوقها وتعرف تعلم ولادها وتعلم ولادها الصح من الغلط، لان احنا دلوقتي في وقت صعب جدا، يعني بقى الجهل حتى، يعني عايز اقول لك التعليم مش كتعليم بس، يعني لازم تفهم كل حاجه عشان تطلع ابنائها يكونوا كويسين. تعليم المراه هو اصلا بتاعي، المراه نص المجتمع، امال بقى لما هي لازم تتعلم عشان اولادها والنهوض بيها في المجتمع، وان هي تقدر وكده هو التواظب والنهوض بيها بحيث ان هي تقدر تثقف بعد كده اولادها وان هي تنهض بشغلها. التعليم اساسي جدا للمراه يعني، وخاصه في عصرنا، وهو ما بس يعني ثقافي، فهو كمان مكسب للعيش. وبدون التعليم نحن ولا شيء، بل اي حد لازم يتعلم، بس المراه خصوصا هي لازم تتعلم عشان تعلم ابنها وبنتها، وهي تبقى مثقفه، مش تعليم بس على فكره، تبقى مثقفه، تبقى متطلعه، تعرف تفهم. يمكن كل الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي كان شبه النموذج اللي معانا منى، والكل كان عمال يعلق على نموذج منى المتعطشه للثقافه، ويعني وخدت على قد ما يسمح لها وقتها. خلينا يا دكتور ان احنا يعني نعلق على هذا النموذج بصفه عامه، سواء اذا كان هو نموذج من المركز الخاص بكم او نموذج للمراه بصفه عامه، ازاي المراه بتبقى متعطشه للثقافه والتعليم برغم ان هي يعني اكتر واحده بتحرم منه في مجتمعنا، والظروف والابحاث والدراسات كلها بتثبت انها اكتر واحده ممكن تدي نتيجه التعليم. هي المراه المصريه لازم يرفع لها تعظيم سلام، لان هي بتقوم بمهام متعدده، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي سبع صنايع في نفس الوقت. فهي منى احنا كلنا بنحييها على تجربتها وعلى اصرارها على انها تتعلم، وتجربتها بتثبت حاجتين، ان في رغبه، في ظروف ممكن تخلي المراه المصريه احسن،
تمام. وتساعد اولادها، لان هي الركيزه الاساسيه في البيت. لو حضرتك ما ساعدتيش ولادك زي ما قلتي مع دكتور طلعت كاسره، مش هيطلعوا مستوى كويس في التعليم العام. فبالتالي تعليم المراه بيأثر على مستوى الاسره ثقافيا وعلميا واخلاقيا ودينيا وفي كل الاتجاهات. حضرتك لو ابنك قاعد بيتفرج على التلفزيون وشفتي مشهد غير لائق او حوار بين المشاهد اللي بيعمل الدراما دوت او البرنامج لو تكتبه، هتقدري تنصحيه تقولي لا لو سمحت اقف هنا، تعالى نفكر الفكره دي ونجردها ونشوفها كده، لا ده هو قال كذا والمفروض يبقى كذا. لو انا ما عنديش الخلفيه دي مش هقدر اعمل. في اولياء امور اساسا ما بيدركوش اللي بيتقال ايه على الشاشه وسايبينه، هم مغيبين وبالتالي الولاد بيزدادوا تغييبا والمنتج في الاخر حد بتشوفيه من تحرش ومن سلوكيات جميله بنقابلها في الشارع. لكن تجربه منى ليها عليها ملاحظتين. الاول ان هي جت في الاطار التقليدي، ما هو اميه ابجديه رغم ان هي متعطشه وعندها الرغبه وعندها ما شاء الله ملكات عقليه ممكن تساعدها، لكن ما لقيتش يا تساعدها. يبقى في غياب هنا المؤسسات المجتمع المدني اللي حواليها، الخدمه مش واصله برغم تعدادها اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه في البدايه. في نقطه ثانيه، في مرحله ما بعد محو الاميه، انا المفترض عندي لو احيانا قانونا وتشريعا وكل حاجه في الهيئه ان طالما انا حصلت على الشهاده ولم امارس فقد ارتدت خلاص محو الاميه. هي دلوقتي لو حابه تروح تعمل بدل فائض لشهاده محو الاميه او تطلع شهاده ثانيه بعد سنتين هيقولوا لا تعالي امتحني، انا مش واثقه انت بتعرفي تقري ولا بتكتبي ثاني ولا لا، نسيتي ولا لسه فاكره. تمام. طيب ما انت عارف الكلام ده وده شيء موجود، فين بقى الاسراء لمرحله ما بعد مرحله الامنيه؟ فين الكتيبات اللي هم بياخدوها؟ مكتبات خاصه بيهم، برامج مهارات حياتيه، ومش مهارات حياتيه يعني مهارات مهنيه فنيه يشتغلوا بايديهم وان كان ده مش وصمه عار، لا مهارات حياتيه يعني كل ما يحتاجونه في الحياه. هي دلوقتي معاها ميزانيه محدوده، ازاي تحاول تظبط بيتها على الميزانيه دي وتعمل ميزانيه خاصه لبيتها؟ دي مهاره. ازاي تدور انها توافق ظروفها دي كلها وتنزل تنتقي الملابس المناسبه وتبدل ده من ده؟ دي مهاره. كل ده المفروض يدمج في برامج تعليم الكبار بحيث ان الشخص اللي خارج متحرر من الاميه يقدر ان هو يحط نفسه على اول الطريق ويختار سكته هتبقى ماشيه ازاي. تمام. منى بشكل سريع قولي لي احلامك القادمه، يعني يمكن هي الدكتوره نهله قالت ان ممكن يكون انت ما لقيتيش اللي يساعدك انك تكملي او ان هو يلبي لك التعطش الثقافي اللي جواكي، لكن انت احلامك ايه؟ نفسك تلاقي ايه؟ يعني انا احلامي اللي ما كملتوش في نفسي انا لاولادي بكمله لاولادي، ودي قصه المراه المصريه صراحه. يعني اللي انا كان نفسي فيه ما ساعدنيش الحظ ان انا اعمله لنفسي بعمله لاولادي. تمام. هي دي يعني مثلا ما بينجحوا مش مجرد كمان مفاهمين، مش مجرد انا نجحت، لا بمجموع عالي وبتقدير، لولا ان انا اكون مبسوطه منك فرحانه واللي انت عايزه كله. تمام. دكتور طلعت هنختم مع حضرتك وتعلق بشكل سريع تقسيماته وبعدين تكلمنا في الجزئيه الخاصه، تاكد لنا بقى على فكره ان العنصر الاساسي لتطوير التعليم في مصر هو تغيير المناهج على يد متخصصين تابعين لهيئه خاصه من خارج الوزاره. من خارج الوزاره في الاول بس عشان الاستاذه، طالما اي بني ادم عنده الدافعيه وعنده الحافز تأكدي هتوصل للي هي عايزاه. تمام. لان من تعريفات التنمية اللي ما بنكتبهاش في الكتب تحقيق ما هو مرغوب فيه، مش استغلال امثل بس للموارد المتاحة، تحقيق ما هو مرغوب فيه فهي هتحققه. اللي انا بقوله عشان دايما بيهمني في كل البرامج، دايما قولولنا الحل هيئة، وبقول الكلام ده من 25 سنة وموجود في الخطط وفي الاستراتيجيات اللي حطيتها، هيئة متخصصة تسموها مفوضية تسموها مجلس سموه اللي تسموه، المهم يبقى فيها 3-4 خبراء في التربية وعارنين خطط قبل كده. دول لما بنيجي نحط خطة، يعني لما بروح جيبوتي ولا موريتانيا بعلمهم ازاي يعملوا خطة، انت بتعمل خطة لمين؟ للمزارعين. بجيب المزارع اقول له ايه المهارات اللي انت عايزها في المزارع بتاعك، الصانع، وبالتالي الثلاثة دول لان هم خبراء ففاهمين هيسمعوا، حد يجي لي من الغرفة التجارية يقول لي ايه المهارات اللي هو عايزها، حد يجي لي من الصناعة، حد يجي لي من الزراعة، حد يجي لي من الاعلام، من الاوقاف، بنقعد بنسمعهم هم عايزين ايه، بنحطها في خطط تبقى ملزمة لجميع المؤسسات التي تقوم بالتنمية البشرية. رقم واحد الاعلام، رقم اثنين المدارس ودور العبادة. هنا بيبقى مهمة وزارة الإعلام مثلا، وأتمنى أنه يبقى في وزارة للإعلام، وبس الوزارات ما تبقاش 30 تبقى 15 زي الأمريكان وزي الإنجليز، بحيث ما حدش يجي يقول لي أصلا ما فيش تنسيق بينهم. المهم فلما يبقى في وزارة للإعلام مهمتها تحط البرامج
التنفيذية للخطة عشان أطلع الراجل المتلقي ده اللي أنا بعلمه المواطن ما يتقلوش في التلفزيون حاجة وفي الأسرة حاجة وفي دور العبادة حاجة وفي المدرسة حاجة. أنت بتكلمني ما أنت بتعمل لي تشويش كده، وبالتالي إذا كنا هنتكلم علم يبقى فيه القيم الأساسية، ده مش معناها برمجة للناس زي ما بيقول الخطبة الموحدة، ده موضوع الخطبة، إنما كل خطيب بيقول اللي هو عايزه، برضو كل إعلامي هيقول اللي هو عايزه، هيقول أنا عايز أنمي مفهوم المواطنة، مفهوم التسامح، يبقى نعمله في جلسة زي كده، نعمله في أغنية. يعني كمان لازم كل احتياجات الوطن والمجتمع سواء إذا كان اقتصادية، علمية، اجتماعية، لازم كلها تتجمع وتتحط في مناهج من أول الطفولة لحد الجامعة. لا، إحنا هنحط الأول بنحط خطط، والخطط دي بتترجم لأهداف، والأهداف وسائل نحققها إزاي، وجزء منها بنتكلم عن المناهج، والمناهج يا أخوانا اللي بتتكلموا عليها. يعني حضرتك هذه الدكتورة نهلة كانت بتتكلم إن مشروع زي ده أو موضوع زي ده الأفضل إن هو يكون تابع لمجلس النواب. هنا أنا بتكلم بس المناهج لحسن الناس فاكرة المناهج، يعني الكتاب ده اللي بتفتحه ده مش مناهج، ده مقرر. المنهج بيبقى مقرر زائد أنشطة مصاحبة ليه، ده المنهج الصريح. إنما الأخطر لما بقول نحط خطط اللي هو الهيدن كاريكولوم، المنهج الخفي، المنهج المستتر. أنا هعلم الناس الجماعية، مش هجيب لهم سيرة الجماعية، هلعبهم كرة سلة. في كرة السلة لو الولد فضل أناني وماسك الكرة هتتاخد منه وتحط الفريق بدون أن أتحدث عن الجماعية، تعلم المشاركة. وبالتالي هنا اللي أقصده إن بتبقى هيئة متخصصة مستقلة وغير مدفوعة الأجر ومش تبع أي حد. هنا يبقى وزارة التربية والتعليم تحطها بطريقتها، تعملها تطبق لي اللي أنا عايزه من خلال رحلة، من خلال مسرحة المناهج. يعني مسرحة المناهج للناس اللي مش فاهمة، أنا لو بتكلم في الحضانة أو حتى في الابتدائي عايز أقول النظام الغذائي الجيد، هطلع عيل يبقى هو بيتكلم عن البيضة والتاني بيتكلم عن الخيارة والتاني بيتكلم عن طماطماية، عمره ما هينسى فايده الطماطم. ده يعني هي يعني احنا كل حلقه من حلقاتنا بنحاول ان احنا من خلال حلقات طبعا متنوعه نقدم ونطرح افكار، يعني محاوله او مشاركه مننا ان احنا نقدم افكار للمسؤولين ان هم الاصلاح يبدا منين، ودي طبعا التعليم حاجه التعليم هو الحل. بس مش ده بشكل يعني ده كان بشكل جمالي، ده كلام حضرتك مظبوط بشكل جماعي. يا جماعه كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي حله الاساسي هو اصلاح التعليم، وبعدين تغيير بعد والله. كده تغيير والله تغيير وبعدين بعد كده ننطلق منه. احنا بنشكر ضيفنا اللي شرفونا النهارده الدكتور طلعت عبد الحميد فائق، أستاذ بقسم أصول التربية كلية تربية جامعة عين شمس. شكرا لحضرتك يا دكتور. ودكتورة نهلة جمال الدين أمين مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، شكرا ليكي. ومنى عبد الرحيم عبد الحميد نموذج من المتحررين من الأمية، شكرا لكم جميعا، شرفتونا النهاردة وبنتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، لقاء متجدد يوميا وبرنامجكم طعم جديد.